يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مع الأستاذ ميثاق قائد. طلابنا، إليكم أهم تعداد الاجتماعيات من مادة الجغرافيا ومادة التاريخ والوطنية. طبعا ناخذ بداية مادة الجغرافيا. سؤال، وهاي الأسئلة جميعها مهمة وزارية ومرشحة، ما أهمية خطوط الطول ودوائر العرض؟ أولا خطوط الطول هي أنصاب دوائر وهمية يبلغ عددها 390 خط، ولها أهمية في تحديد الوقت. دوائر العرض هي دوائر وهمية، طبعا تجي مقارنة، تحيط بالكرة الأرضية وهي غير متساوية في الطول، ويبلغ عددها 180 دائرة، ولها أهمية في تحديد نوع المناخ السائد. سؤال، ما المزايا التي يتمتع بها شكل العراق؟ بينها. بعد شكل العراق أو يعد شكل العراق الشكل الدائري للدولة. 1. تقع العاصمة بغداد في وسطها. 2. شكله المتلاحم له الأفضلية من الناحية السياسية والاقتصادية. تقليل المسافات بين جهات وطننا العراق. هذا الشكل مالته. تمام. سؤال، ما أهمية موقع العراق الجغرافي؟ أهميته، يتضمن ثروات اقتصادية متنوعة. 1. يحتل موقع جغرافي متميز فضلا عن اشتراقه على القسم الشرقي من الدولة العربية ضمن منطقة الهلال الخصيب. جيد. 3. يعد نقطة وصل بين قارات العالم الثلاثة، آسيا، أوروبا، أفريقيا. يقع عند أقصر الطرق البرية التي توصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط. جيد. يعد من أهم الطرق الجوية الصالحة للنقل الجوي، ويعد أحدى مناطق الارتكاز في العالم. جيد. سؤال، عرف التضاريس ثم عدد أقسام تضاريس سطح العراق. تضاريس وهي الأشكال السطحية التي تتكون منها القشرة الأرضية من جبال وتلال وهضاب وسهول ووديان. عددها، منطقة جبلية، شبه جبلية، السهل الرسوبي، الهضبة الصحراوية الغربية في طبعا الغرب، الانبار. جيد. سؤال، عدد بنقاط أهمية منطقة الأهوار والمستنقعات في وطننا العراق. 1. يمكن عدها خزانات طبيعية للمياه فضلا عن أهميتها لدرء أخطار الفيضانات. 1. تستخدم في الزراعة ولا سيما زراعة محاصيل الحبوب. 2. طبعا ثالثا، تستخدم العديد من الثروات الطبية والنباتية الطبيعية والنباتية والقصب البردي، وتربى فيها أنواع متنوعة من الثروات الحيوانية كالأسماك والطيور والماشية. هذا كله وين؟ في الأهوار. رابعا، لها أهمية سياحية وطبيعية نظرا لجمال طبيعتها، إذا ما توفرت المستلزمات الضرورية لإنجاحها كشبه طرق وإنشاء دور للاستراحة. جيد. سؤال هنا يقول، ما أهم صفات درجة الحرارة في العراق؟ أهم صفاتها. 1. ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف في المناطق الوسطى والجنوبية، ويكون المدى الحراري اليومي كبير بسبب الجفاف وقلة وسقوط الأمطار. السبب هنا أنا خاف أسألك، بسبب الجفاف وقلة سقوط الأمطار. أما في المناطق الشمالية تميزت باعتدال درجة الحرارة فيها بسبب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر وغزارة الأمطار فيها. 2. انخفاض، لاحظ، درجة الحرارة خلال فصل الشتاء ولا سيما المنطقة الشمالية من العراق أن تصل أحيانا إلى ما دون الصفر. سؤال، عدد أنواع الرياح، مهمة جدا وزارية، التي تهب على العراق في فصل الصيف، شمالية غربية وجنوبية الغربية. جيد. سؤال، ما أهم الصفات، صفات الأمطار في وطننا العراق؟ شنو أهمها؟ أن تسقط معظم الأمطار على وطننا العراق خلال فصل الشتاء، والتي تبدأ عادة من شهر تشرين الثاني حتى شهر نيسان. أما في فصل الصيف فينعدم سقوط الأمطار في العراق، سبب سيادة الضغط العالي المداري وقلة الرطوبة النسبية. 2. تتباين كمية الأمطار في أنحاء العراق، فهي تقل عادة في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية إذا تصل كميتها إلى 250 ملم، وتزداد تدريجيا كلما اتجهنا للشمال الشرقي لا سيما المناطق الجبلية لتصل إلى 1000 ملم. جيد.
عدد أبرز الإقليم أو الأقاليم المناخية السائدة في العراق. إقليم المناخ البحر المتوسط، إقليم المناخ السهول، إقليم المناخ الصحراوي. عدد طبعا هنا عدد نطاقات توزيع النبات الطبيعي في العراق: نطاق الغابات الأعشاب الجبلية، نطاق السهوب الاستبس، نطاق ضفاف الأنهار، نطاق نباتات الأهوار والمستنقعات، ونطاق النباتات الصحراوية. جيد. عدد أقسام النباتات الصحراوية: النباتات الحولية والنباتات المعمرة. عدد بنقاط أهمية مشاريع السيطرة والخزن: توفر مخزونا مائيا يساهم في المحافظة على رقعة المساحة الزراعية في موسم الجفاف، تنظيم جريان المياه وتقليل أخطار الفيضانات، توليد الطاقة الكهربائية. لها أهمية سياحية نظرا لجمالها واعتدال مناخها. جيد. عدد عناصر مناخ: المناخ طبعا الجوي والرياح والأمطار. جيد. عدد العوامل المؤثرة في مناخ العراق: الموقع الفلكي بالنسبة لدوار الأرض، المسطحات المائية، البحار والمحيطات والتضاريس. ما هي مميزات السهل الرسوبي؟ قلة انحداره وانبساط معظم أراضيه، الأهوار والمستنقعات في الأقسام الوسطى والجنوبية. جيد. عدد مشاريع السيطرة والخزن المقامة على نهر دجلة، وإن شاء الله عملت لكم دني عليهن نزلن محاضرة مرتبة: سد وخزان الثرثار، بحيرة الموصل، وسد وبحيرة دوكا، سد وبحيرة دلم الدخان، سد وبحيرة حمرين، سد وبحيرة العظيم أو ال... جيد. سد السامراء، سد الكوت، سد الدبس، سد العمارة، سد ديالة. جيد. عدد أهم مشاريع السيطرة والخزن المقامة على نهر الفرات: سد وبحيرة حديثة، سد وبحيرة الحبانية، سد الرمادي أو سد الرمادي، سد الهندية، وسد الكوفة. عدد مصافي تكرير النفط: مصفى الدورة، مصفى بيجي، مصافي أخرى ذات طاقة إنتاجية صغيرة ومنها مصفى الوند في محافظة ديالى، وكركوك الموصل والنصرية والنجف وغيرها. جيد. سؤال: ما أهمية الكبريت الصناعي وما استعمالاته؟ يستعمل في الزراعة المعادلة قلوية التربة، لمعادلة قلوية التربة طبعا. استعمال في تحضير حامض الكبريتيك، يستخدم في صناعة الأصباغ والدهانات الطلاء، يستخدم في صناعة المنسوجات والورق، ويستخدم خامسا في عدد من الصناعات الكيميائية. سؤال يقول: ما العوامل التي ساعدت على تنشيط التجارة الداخلية في العراق؟ الموقع الجغرافي. أوكي. جيد. جيم طبعا هنا باء، هنا تباين توزيع السكان. إن تباين توزيع السكان نجم عنه تفاوت في الاستهلاك والقوة الشرائية، فالتبادل التجاري في محافظة بغداد يختلف عن محافظة المثنى بسبب التفاوت في عدد السكان. عدد أنواع السياحات: السياحة طبعا البيئية والسياحة الأثرية، أو البينية والسياحة الأثرية والسياحة الدينية. سؤال: أهمية السياحة والاصطياف: اقتصادية، ثقافية، ترفيهية. جيد. عدد المطارات الدولية في العراق: مطار بغداد الدولي، مطار الموصل، مطار أربيل، مطار سليمانية، البصرة والنجف. ضيفوا لك كربلاء. جيد. وضح أهم الصناعات التحويلية في العراق: صناعة الغذائية، أوكي، ومثل صناعة السكر، الألبان، وصناعة الزيوت، صناعة التعليب، صناعة النسيجية والجلوس، صناعة الغزل والنسيج، صناعة الغزل والنسيج الصوفي في محافظة بغداد. جيد. وصناعة المنسوجات الحريرية في بابل، صناعة الملابس والسجاد، صناعة الإنشائية، وصناعة الإسمنت في محافظة بغداد. طبعا هنا صناعة الملابس. جيد. ما أهم بنود لائحة الانتداب البريطاني؟ طبعا وصلنا لكم إلى التاريخ. بنوده: تضع الدول المنتدبة بقانون أساسية للعراق يعرض على مجلس العصبة للمصادقة عليه في مدة 3 سنوات. أعطت بريطانيا لنفسها الحق في الاحتفاظ بقوة عسكرية في العراق. ناقش طبعا هذا. أعطت لنفسها الحق في إدارة العلاقات العراق الخارجية. تعهدت بريطانيا بالمحافظة على الأراضي العراقية ولا تتنازل عنها، وإلغاء الامتيازات الأجنبية في العراق، تأسيس نظام قضائي يضمن مصالح الأجانب. على بريطانيا تمنع أي تمييز بين رعايا أعضاء عصبة الأمم
لا شيء مما في هذا الانتداب يمنع الدولة المنتدبة من تأسيس حكومة مستقلة إداريا. جيد، ما هي مطالب الحركة الوطنية والشعب العراقي بعد إعلان الانتداب البريطاني في العراق؟ واحد، ضرورة مطالب استقلال البلاد. اثنين، إقامة حكومة عربية تحكمه. رفض الانتداب البريطاني، رفض القصف والاعتقالات ضد أبناء البلاد. سؤال، ما هي الأسباب الداخلية لثورة العشرين؟ جدا مهمة جدا. تدهور الاقتصاد العراقي، فرضت قوات الاحتلال البريطانية الضرائب الباهظة التي أثقلت كاهل الشعب، سوء إدارة الإدارة العسكرية البريطانية، الأساليب أو أساليب الإدارة الحديثة السيئة التي اتبعتها سلطات الاحتلال البريطاني في العراق، اتضاح معالم السياسة البريطانية في العراق وشعور العراقيين بخيبة أمل، دور رجال الدين في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية وسامراء في إيقاظ الشعور الوطني لأبناء البلد وتحشيد الجهود للمطالبة بالحقوق المشروعة للعراقي، سياسة اعتقال شخصيات الوطنية العراقية ونفيها للخارج واللي اتبعتها سلطات الاحتلال البريطاني. زين، ما هي الأسباب الخارجية لثورة العشرين؟ تأثير الثورة العربية في الحجاز بقيادة ملكها الشريف حسين علي واتضاح زيف الوعود البريطانية بمنح العرب الحرية والاستقلال. اثنين، تأثير الثورة المصرية طبعا ثالثة، قيام الدولة الملكية في سوريا في تموز عام 1920 برئاسة الأمير فيصل بن الحسين. جيد، الوعود التي أطلقها المستعمرون المنتصرون في الحرب العالميتين الأولى التي أكدوا فيها على منح الحرية والاستقلال للشعوب. جيد، ما أهم ما أكدت عليه رحلة رائد فيتش إلى العراق أو ما التقرير الذي تضمنته؟ أن العراق يمثل حلقة المواصلات بين الدول العثمانية وبلاد فارس، أن البصرة مركز تجاري مهم لتجارة التوابل والأقمشة والعقاقير المستوردة من الهند، وكان من نتائج هذه الرحلة أن حصلت موافقة الملكة إليزابيث الشركة الشرق الأدنى للتجارة مع العراق. سؤال، ما الامتيازات التي منحت للتجارة البريطانية في العراق؟ موافقة الحكومة العثمانية على أن ترفع السفن الإنجليز، أعلامها والمتجرة داخل موانئ العثمانية، تحديد الرسوم على البضائع الإنجليزية، إنشاء وكالة تجارية إنجليزية في البصرة، حق محاكمة العمال العراقيين، وجود ممثل تجاري في بريطانيا يتمتع بالحصانة في كل من بغداد والبصرة. سؤال، وضح باختصار التنافس البريطاني الألماني على العراق. الجواب، بدأ التنافس البريطاني الألماني على العراق من خلال الاهتمام بالآثار العراقية وإجراء الدراسات العربية الإسلامية، مد سكك حديد بغداد برلين، والذي يعد هدفه توسيعا لألمانيا في ممتلكات الدولة العثمانية. حصول الألمان على امتياز لمد سكة حديد من قونية إلى بغداد ثم البصرة، اتفاق ألمانيا مع الدولة العثمانية على بناء سكة حديد الحجاز، منافسة التجارة البريطانية في الدولة العثمانية حيث بلغت حجم الحملات الألمانية في ميناء البصرة والذي جاب المرتبة الثانية بعد حجم الصادرات البريطانية في الميناء والتي امتازت بخطورتها على التجارة البريطانية في العراق. جيد، سؤال، ما الأحداث والظروف التي ساعدت على زيادة وتعزيز نفوذ بريطانيا في الدولة العثمانية؟ الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر، والخطط الفرنسية التوسعية في المنطقة ومنها الهند والشرق، نجاح بريطانيا بتعيين هارفورد جونز قنصلا لها في ولاية بغداد وما حولها ومنحه الحصانة والامتيازات، فضلا عن توطيد علاقته مع الوالي المملوكي سليمان باشا الكبير. جيد، سؤال، يقول، كان هناك ثلاثة طرق تصل بريطانيا من استعماراتها بالهند. الأول، عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب قارة أفريقيا. ثاني، عبر الأراضي المصرية ليصل البحر المتوسط البحر الأحمر ومنه إلى الهند. العراق ليصل البحر المتوسط بالخليج العربي ومنه الهند، وهو المفضل لدى بريطانيا لأنه أقصر الطرق. سؤال، ما الأسباب التي بينت أهمية نهر الفرات للمواصلات البريطانية؟ جيد،
أهمية نهر الفرات للمواصلات بين بحر المتوسط والخليج العربي، واحد صلاحية النهر للسير سفن بريطانية، أهمية التجارة والنفوذ البريطاني في المنطقة، أهميته العسكرية. يقول سؤالنا هذا ماذا يتضمن التقرير الذي رفعه جسني للحكومة البريطانية أثناء رحلته الثانية في نهر الفرات؟ الجواب غير وجهة نظره عن صلاحية نهر الفرات لسير السفن بخارية وصعوبة الإفادة منه في كل الأوقات، فضلا عن طول المسافة الممتدة من بدايته حتى مصبه. يقول ما أهم الأنشطة التي اهتمت بها شركة هنري بلوس لينج التي تأسست في العراق؟ اهتمت الشركة بعمليات تجارة والوساطة التجارية لبعض الشركات البريطانية والنشاط المصرفي والنقل البريدي، توطيد العلاقات مع العشائر العراقية الساكنة في على ضفاف نهري دجلة لحماية السهر أو السير بواخرها المحملة بمختلف أنواع البضائع التجارية. سؤال هنا يقول أسباب قيام بريطانيا باحتلال منطقة القرنة، يعني القرنة، جيد، موقعها الاستراتيجي عند ملتقى نهري دجلة والفرات، فضلا عن سيطرتها الكاملة على مجرى شط العرب، متطلبات القوات البريطانية من المواد الغذائية والمؤن، تأثيرها المعنوي في العشائر العراقي، عليه إدارة المعارك بين الجيشين أدت إلى استسلام القوات العثمانية في القرنة وانسحابها ليلة 98 18000 كانون الأول. جيد، وضح نتائج معركة الشعيبة، مهمة جدا هاي وزارية، انسحاب القوات العثمانية باتجاه الناصرية، انتحار القائد العثماني سليمان العسكري، وفاة السيد محمد سعيد الحبوبي في الناصرية. تعد المعركة من أهم المعارك في تاريخ العراق. مميزات ثورة العشرين: وحدت كلمة العراقيين. واحد، كشفت الثورة عن نضج سياسي وطني من خلال بياناتها ومراسلاتها. لم يغفل الثوار عن أهمية العمل السياسي قبل بدء الثورة. أربعة، للتفاوض مع المحتل. انتهت الحرب عسكريا بالنصر لقوات الاحتلال البريطانية، إلا أنها بالمقابل نجحت سياسيا لصالح الثوار. نتائج ثورة العشرين: تعد ثورة العشرين أحد أهم الأسباب الرئيسية في تأسيس الدولة العراقية الحديثة. لقد أثبتت عملية فشل الإدارة البريطانية من خلال سيطرتها المباشرة على البلاد على الرغم من أسلحتها الحديثة والمتطورة. جيد، أثبتت أهمية التلاحم والوحدة الوطنية في مواجهة المحن والصعاب بين أبناء الشعب العراقي. وحدة الشعب بكل فئاته وقومياته ومذاهبه. كشفت الثورة عن نضج سياسي وطني عبرت عنه الصحافة الناطقة بأم الثورة. أضعفت الثورة إلى حد كبير مركز بريطانيا وبوصفها الدولة في منطقة الشرق الأدنى. أصبحت هذه الثورة نبراسة لجميع الثورات الوطنية، على الرغم من تمكن قوات الاحتلال إعادة احتلال المدن والمناطق التي حررها الثور لأنهم اعترفوا بقوة الثورة. زين، إنشاء الدولة العراقية المعاصرة. سؤال: ما أهم ما تضمنه البلاغ البريطاني الفرنسي؟ الجواب أن الهدف للدولتين في فرض سيطرتها هو تحرير الشعوب التي خضعت تحت الحكم العثماني. وضح أسباب توجه الأنظار نحو شخصية الأمير فيصل بن حسين لتولي عرش العراق. أن الأمير فيصل بن حسين من الشخصيات المعروفة والمناسبة لإدارة الدولة العربية الحديثة. طبعا معروفة ومقبولة في العراق لأنه حارب مع الضباط العراقيين في الثورة. أوكي. ماذا تضمنت تشكيلة الحكومة العراقية المؤقتة؟ السيد عبد الرحمن نقيب إشراف بغداد تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة. واحد، ثمانية وزراء مع كل وزير مستشار بريطاني مع 12 وزيرا بلا وزارة. اقتصرت أعمال الحكومة من الناحية الإدارية على إنشاء الدواوين الرسمية وإشغال الوظائف الحكومية. جيد، ماذا اشترطت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن نقيب على حكومة الملك فيصل؟ الجواب أن تكون حكومته دستوريا نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون، فضلا عن إجراء استفتاء عام في البلاد معرفة الرأي. أوكي، هاي أهم أيضا أهم ال جيد. طلاب، هذا إني طبعا بنود المعاهدة العراقية البريطانية أيضا جدا مهمة. أوكي.
مجالات اللي تناولت العمل أو تتناول العمل الطوعي خاصة بالوطنية طلابنا الأعزاء. خلاص لينا طلابنا الأعزاء انتهى بالنسبة